حفظات المدن السارية السورية: الشام، بس بدلنا شوارب باب الحارة، بعدين الشام ريف، درعا هو مدرج بصرة، السويدة سلطان باشا الأطرش، القنيطرة هي نسبة للشركس اللي فيها، حمص مثل حمص، إدلب تشتهر بالكرز، حما تشتهر بالنواعير، اللاذقية اللي هي ثلاث شغلات، ال تبعها بتبلش اللاذقية، بعدين معالي الدخان، بعدين البحر فهي اللاذقية، طرطوس، حلب هي حبة حلب، القامشلية اللي هي تقع على الزاوية السورية، الحسكة اللي هي الخابور، دير الزور، دير الزور، دير الزور، تدمر، تدمر، الرقة، الدبكة، والبو كمال اللي هي البلح أبو دقن، النبك، الهريسة، بانياس المصفايتين كيف بيبينوا من طريق السفر. الدول العربية: سوريا، لبنان يلي هي العلم اللبناني، الأردن يلي هو الأردن يلي هو الطاقية الأردنية، تمام، كانت كانت هيك، تمام، فلسطين اللي هي الرتبة الساقطة، العراق يلي هي الطاقية العراقية تبع الجيش، بعدين الكويت اللي هي كانت مستعمرة قديمة، الكويت، وقطر سكسوكة، البحرين اللي هي البحرين خنجر على اليمين، عمان اللي هي قابوس، الإمارات اللي هي دقن الشيخ زايد، السعودية اللي هي عقال أو السيفين بالنسبة للغفظة الشامية، اليمن اللي هي الخنجر بالنص، مصر، السودان اللي هي الشطرة، ليبيا هو الناعم المنثور، رمل ناعم المنثور، تونس يلي هي نسبة للعلماء إذا كانت تركيا هيك فتونس هيك، الجزائر اللي هن لباس الجزائري أربع مرات، المغرب الطوارق، المغرب هن الطوارق، موريتانيا اللي هن سكسوكي. الفصول أربعة هن فصل الصيف، فصل الخريف سقوط الأوراق، فصل البلد، وفصل الربيع. فصل الربيع أول مرة اللي هي أول مرة، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، سابع مرة، مرة ثانية ومرة ثانية هيك. الأول اللي ترتيبه الأول، ترتيبه الثاني، ترتيبه الثالث، قبل الأخير والأخير، ترتيبه الرابع أو ترتيبه السادس. في عندي جمل هون قاعدة ناخذها، قاعدة في نقول القول، لما أنا عم بنقل قول عن شخص بلغة الإشارة فأنا بصير هذا الشخص وبحكي مثل كأنه هو عم يحكي. مثل الجيش البريطاني يعلن عن مقتل أحد جنوده الأمس في بغداد، فمنقول الجيش البريطاني اللي هي العلم البريطاني التوسعية، الجيش البريطاني يعلن امبارح جندي بريطاني قتل ومات ببغداد، اللي هي المدينة المدورة، مدينة مدورة. عندما يخبرك شخص أنه يحبك مثل أخيه، تذكر قابيل وهابيل، لاحظوا تعبير الوجهية. شخص بيقول لك أنا بحبك مثل أخي، أنت لازم تتذكر آدم ولدين، هاد قتل هاد. الجيش الباكستاني ينفي وجود بن لادن في باكستان. الجيش الباكستاني بيعلن أنه بن لادن متخبي هون باكستان، هون باكستان ما في او لا. بيستثمر من القاعدة حالات يلي بيكون فيها لخبطة بالموضوع، مثل هو قال لي انه مفاتيحه ضاعت، فهو هون وانا هون. هو قال لي انه مفاتيحه عنده ضاع، او هو قال لي انه مفاتيحي ضاع عندي. كان جدي ياخذني الى حديقة الحيوانات يظن منه انني احبها. جدي فكرته انه انا بحب الزو، هو كل مرة بياخذني. عندي النص اللي هو مفسر منامات. في قرية من قرى ريف محافظة حلب عاشت امرأة في دارها التي تزوجت فيها وحولها أولادها الأربعة في دونهم الخاصة بهم، وكانت المرأة قد سهرت على رعايتهم وتنشئتهم بعدما مات زوجها حين كانوا لا يزالون صغارا. ما
وقد أثرت أن تسكن كل واحد منهم في دار خاصة به حين زواجه اتقاء للمشاكل التي تحصل بين الكنة والحمام، وقد بنت دورهم حول دارها لتأنس بهم وبأولادهم لمساعدتها عند الحاجة. فأنا هذا النص أجمع كان طويل باخده بفرده ترتيب الزمني. فأيام زمان بحلب ريف، بحلب ريف عاشت المرأة في دارها تزوجت فيها. في مرأة تزوجت وعاشت ببيت أولاد أربعة. زوجها مات. هي فكرت إنه الأولاد صغار صغار، تمام، الأولاد صغار، لازم أنا رعاية وتنشئة. الأولاد كبروا سن مناسب للزواج. المرأة فكرت أنا مشاكل مع الأولاد زوجات ما بدي، لازم الأولاد بيوت منفصلة منفصلة، تمام. بس أنا بدي الأولاد كل يوم كل يوم يزوروني يزوروني، لازم البيوت قريبة. هي شو عملت؟ هي بنت بيوت أربعة حوالين بيتها. قد حفظ لها أولادها تعبها وسهرها ورعايتها لهم، فلم يتركوها لشيخوختها، وصاروا هم وأولادهم يقضون أوقاتهم كلها عندها ولا يتركونها إلا حين يأوون إلى النوم في بيوتهم. الأولاد الكبار تذكروا أيام زمان إنه وقالوا أمنا ربتنا ونشأتنا، نحنا نتركها لحالها وهي كبيرة؟ لا، هن مع أولاد مع الزوجات من الصباح بيزوروها، من الصباح للمساء بيزوروها، والمساء بيرجعوا على بيوتهم ينام. وحدث في ليلة أن المرأة العجوز النائمة في بيتها شعرت بحركة غريبة في البيت، ففتحت عينيها بهدوء ونظرت حولها متفحصة المكان، فرأت خيالا غريبا يتحرك بين جنبات الغرفة التي هي فيها باحثا عن شيء ما، فانتظرت قليلا هادئة. مرة بالليل العجوز أو العجوز نايمة بالبيت، هي سمعت صوت غريب، فتحت عيونها وطلعت حوالينا، اجت عينها على خيال على شخص شفاف عم يروح ويجي بالغرفة وعم يدور. هي صبرت قليلا وعرفت انه هاد حرامي، حرامي جاي يسرق الخفيف اللي بنحط بالجيبة، يسرق ويحط شي بالجيبة. وتأكد لها أن الخيال خيال ولسا جاء ليسرق ما يستطيع مما خف وزنه وغلى ثمنه، ففكرت قليلا واقتدت بسرعة لطريقة تؤدب بها اللص، فتململت قليلا في نومها كمن يعيش حلما، ثم جلست في فراشها وخاطبت اللص قائلة: تعال يا ولدي واجلس بجانبي، أنا جدتك العجوز فلست بحاجة للسرقة، لأني سأعطيك ما تريد مقابل أن تفسر لي مناما حلما رأيته الآن وأخافني كثيرا. هي عرفت إنه هاد حرامي جاي عم يدور ويسرق ويحط بجيبته. فكرت أنا رح أعلم هذا الحرامي الأدب. هي طمطمطت وقعدت وقالت له للحرامي: تعال انت مثل ابني وانا مثل ستك، تعال عود بجنبي، انت تدور وتسرق، لا انا رح اقول لك منام هلا شفته وانت بتقلي التفسير، تمام، التفسير.
انت تعب ما في، سرقة ما في، ذنب ما في. وانت اللي التفسير وانا بعطيك انت شو بدك. طبيعة النص في مكسب بدون تعب. خليني ترجمة الجملة السابقة. تعال يا ولدي اجلس بجانبي، انا جدتك العجوز فزت بحاجة للسرقة لصوتك ما تريد، وقمت بس الايمان عن حلم رايت ولم اخر من كذا. انا هلا شفت منام وفقت مرعوبة. انا بقول لك المنام، انت بتقلي تفسير، انا مصاري بعطيك، انت سرقة ما في، تعب ما في، وذنب ما في. طبيعة النص في مكسب بدون تعب، وقال لنفسه قد جاءت الفرصة سانحة فالأسخر من هذه العجوز، ويفسر لها الحلم الذي رأته على هوائي، فهي عجوز خريفة ولم تفهم مما سأقوله شيئا بس ستقبل تفسيري. عم الحرامي فكر، هاي ختيارة هبلة، هي منام بتقلي أنا تفسير بخترع وبقلها هي مصاري بتعطيني، أنا تعب ما في. أنا بقلها وهي بتصدقني. وهكذا جلس اللص بجانب العجوز التي بدأت الكلام قائلة: رأيت نفسي مع أولادي الأربعة الصغار وقد سافرنا لنقضي يوما أو يومين من شاطئ البحر. أولادي أحمد ومحمد ومحمود ومصطفى سافرنا ووصلنا إلى شاطئ البحر، وبعد ما أنزلنا حاجاتنا وقبل أن أنتبه أسرع الأولاد وخلعوا ثيابهم ونزلوا إلى الماء وراحوا ليسبحون ويلعبون، أما أنا فقد انصرفت لإرتاد الطعام. وبعدما حضرته رحت أناديهم ليأتوا ويأكلوا، ولكنهم لم يسمعوا صوتي وظلوا يسبحون. وهكذا رحت أناديهم بصوت أعلى وأعلى في كل مرة: يا أحمد، يا محمود، يا محمد، يا مصطفى، ولكنهم لم يسمعوني بل راحوا يبتعدون عن الشاطئ أكثر وأكثر. وهذا ما أخافني أكثر، لذا رحت أناديهم بصوت أعلى من قبل: يا أحمد، يا محمد، يا محمود، يا مصطفى، تعالوا، أمكم تناديكم، تعالوا بسرعة، ولكن أولادي لم يسمعوني. فما هو تفسير هذا المنام أيها المفسر؟ قرينا النص كله، صحيح طويل شوي بس انه بدنا نساوي الاشارات حتكرر نفسها فنختصر قد ما فينا. الحرامي قعد بجنب الختياره وهي قالت له: انا شفت بالمنام انه انا مع اولادي الاربعه سافرنا على البحر. أنا وولادي الأربعة، أحمد، ونقول الأسماء كلياتها، أحمد ومحمد ومصطفى ومحمود، سافرنا على البحر، شط هاي البحر وهذا الشط، ووصلنا، تمام، إنه على البحر وصلنا على الشط، وأنا ونحن عم ننزل للأغراض، أنا انتباه ما في، الأولاد أسرعوا وخلعوا ثيابهم ونزلوا إلى الأولاد بسرعة خلعوا ثيابهم وشكوا بالمي وصاروا يسبحوا ويلعبوا. أنا رحت أطبخ الطبخ، خلاص أنا رحت وناديت لهم، أو ناديت لهم تعوا تعوا كلوا، هن سمعوني ما في، تمام، هن سباحة ولعب، أنا عم ناديهم الصوت أعلى: يا أحمد، يا محمود، يا محمد، يا مصطفى، هن السمع ما في، تمام، هن يبعدوا أكثر وأكثر، أو يبعدوا زيادة، أو يبعدوا زيادة، أنا خاف زيادة، عم صرخت: يا أحمد، يا محمد، يا محمود، يا مصطفى، تعوا، ماما عم تنادي، تعوا بسرعة. الأولاد سمع ما في. التفسير شو؟ كان أولاد المرأة النائمين في بيوتهم قد سمعوا نداء أمهم في جوف الليل فهبوا مسرعين لتلبية ندائها، وما أن دخلوا الدار ورأوا اللص الجالس أمامها والذي ما كان قد بدأ تفسيره حتى ذهب عليه بلغه ولكنه ولكن وسطه. العجوز أولاد نائمين ببيوتهم سمعوا الأم عم تعيط، فاقوا وبسرعة راحوا ووصلوا على البيت، فتحوا الباب وفاتوا، قام شافوا الحرامي قاعد بده التفسير يقوله، مسكوه ضربا ولكما وركلا وصفا،
وشعر اللص أنه وقع في المسرة وأن العجوز قد سخرت منه وأنها اخترعت الحكاية لتنادي أولادها وليأتوا لمعاقبته، لذلك تحمل ركل من صفعاتهم ولكماتهم وهو يقول: اضربوا بل اضربوا أكثر وأوجع، اضربوا فأنا أستحق ذلك، فأنا حرامي. ما لي ولتفسير المنامات؟ الحرامي؟ العجوز استحمرتني، هي منام اخترعته السبب تنادي للأولاد، السبب تنادي للأولاد. عم هو قفلت أمه والأولاد عم يضربوا ويضربوا ويضربوا، هو وقال له اضربوا اضربوا زيادة، أنا الحق علي، أنا حرامي. تفسير منامات أو منامات تفسير، أنا خليه خلاص.